بداية التقدم والإنجاز، وبداية الإنجاز والإبداع، وبداية الإبداع والتميز والانفراد بالأداء. من أجل هذا تم تكريم الفرق المشاركة في مسابقة المرمجة للحاصلين على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، والفرق المتأهلة للعالمية في المسابقة التي أقيمت في مصر عام 2021، وذلك في جامعة دمشق. أقول لهم مبارك لهم هذا التميز، هذا الإبداع، هذا التفوق. مبارك لبلدنا الحبيبة سوريا، رغم كل الظروف والصعوبات، رغم ظروف الحصار، لكن بالإرادة، بالعزيمة، بالتصميم، طلابنا اجتهدوا وتابعوا وتميزوا ونالوا هذه الجوائز. أهمية المشاركة مثل هذه المسابقات أن تعكس النتائج المستوى العام، أن لا تكون مجرد نتائج بارزة لمجموعة من الطلاب. بقصد التالي، نحن إذا كان الحصول على مرتبة متقدمة يعكس المستوى الحقيقي للكلية، فهذه بيكون فعلا يستحق التكريم. تحضير لفرق حتى تفوق هذا علم لحاله، التحضير للتفوق هذا علم وإجراءات، لكن على التوازي أو بالأساس لازم يكون في بالأساس رفع المستوى العام، ثم يتم انتقاء بعض المتميزين من المستوى العام المرتفع أساسا لحتى يشاركوا في المسابقات. من أصل 12 فريق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 6 فرق سورية هن تأهلوا للدولة، يعني 50% من الفرق. التقدم اللي عملته الجامعات السورية بخلال 11 سنة مشاركتها بالمسابقة، هو أنا قلت سابقا يعني يكاد يرقى إلى مرحلة مو الإنجاز، الإعجاز يعني. طبعا هذا كله أنا برأيي كمراقب وكممثل للجهة الإقليمية، بعتقد بيعود الفضل فيه الاهتمام القيادة السياسية والإدارية والعلمية الموجودة بسوريا بهي الكوادر اللي هي بعتقد هي يعني كنز المستقبل. يعني سوريا السنة كانت كيف بدي أقولها، كاس حد دني. من أصل 12 فريق متأهل في 6 سوريين، من أصل 12 هلأ المتأهلين مضر يكون كلهم حاجزين على ميداليات، من أصل 12 ميدالية كمان كان في 6 سوريين. مسابقة كتير حلوة، كتير بتفيد، بتأمن لي فرص عمل زيادة، بتعرفنا على مجتمع كتير مرتب كتير منيح، وكمان في طلعات وفوتات. يعني الموضوع ما انه بس يعني الواحد لازم يتعب بس رح يلاقي النتيجه. بالنسبه للفرق السوريه المشاركه هالسنه كان ترتيبهم تقريبا هي افضل مشاركه لسوريا بالنسبه للمسابقه العربيه. حصلنا على 6 ميداليات من اصل 12، واحده ذهبيه، 2 فضيه، و3 برونز. هلا للاسف نحن ما قدرنا نتاهل بسبب قوانين المسابقه انه من اصل جامعه واحده ما فيك تاهل غير فريق واحد. هكذا كرمت جامعه دمشق طلابها لدعم العلم والبحث العلمي ولرعاية الإبداع من الطلبة السوريين ليرفعوا اسم سوريا عالياً.